الحقيقة هي عم تقول صار لازم ودعكم، وانا عم بقول صار لازم استقبلكم ونحكي مع بعض ثالث حلقة من سلسلة خفايا الصورة. الحقيقة خفايا الصورة بهالحفلة لفيروز سنة 1989 على مسرح الأهرام أو مسرح أبو الهول في الهرم في مصر، يعني أمام الآثارات العظيمة المصرية سنة 1989 ومع فرقة موسيقية عالية المستوى وكبيرة جدا، واختير موسيقيين من القاهرة، وفي نفس الوقت كان طبعا فيروز جايبة مع موسيقيين من لبنان بعض الآلات اللي هي بيشتغلوا معها مثل الآلات الإيقاع أو النفخ بعضنا وكذا والكرة. طبعا أنا بدي أحكي بخفايا الصورة هي عن موسيقار لبناني كبير هو المرحوم توفيق الباشا. توفيق الباشا في هاي الحفلة كان هو المايسترو، وطبعا توفيق الباشا ما بده انه انا اعرف عنه، هو ملحن لبناني كبير واستاذ كبير ومايسترو كبير، وعنده بالمناسبة ابنه عازف بيانو على مستوى عالمي رائع. ففي هذه الحفلة انا كنت في الفرقة الماسية بذاك الوقت، وتم تجميع العازفين الكمان والأساتذة الموسيقيين من مصر، اختاروهم بالاسم وبشكل جيد وممتاز. فلما جينا على البروفات بذكر انه كنا في فندق من هاوس اوف روي، السيدة فيروز كانت عم تحضر معنا البروفات، بس انا فوجئت انه المايسترو توفيق الباشا كان يمكن اول مره بقود فيروز او قبل هالمره قاد فيروز، لكن ما بعرف يعني في كل الحالات انا لاحظت انه هو ما كان دارس النوت والتوزيع والبرتاتورا اللي هي تبع الموسيقيين للفرقه الكامله لفيروز، لانه كنا عم نشتغل على البرتاتورا. برتاتورا يعني بالعربي انه النوتة الكامله لكل الاوركسترا، تبقى قدام المايسترو في صفحه واحده موجود كل الالات، كل اله شو عم تعزف، يعني كل سطر ببقى لاله، والمايسترو لازم يتابع كل الاسطر، يعني شغله كثير كبيره. فحتى في الموسيقى الاجنبيه والاوركسترات المايسترو لازم يدرس كل آلة بآلتها، كل سيشن بسيشنه، يعني كل قسم من النفخ، الخشبيات، الوتريات، الإيقاعية، يعني كل آلة لازم يدرسها المايسترو على حدة وبعدين يجمعه. فابتدينا البروفات، يمكن أنا كنت الكمانجاتي الوحيد أو الموسيقي الوحيد اللي مع الست فيروز، اللي أنا نحن في سوريا يعني أغاني فيروز نتعلمها من الصغر، نتعلمها من وقت الولادة، من وقت ما الولاد نسمع الست فيروز صباحا كل يوم قبل ما نروح مدرستنا. فلفت نظري انه نحن عم نشتغل احيانا بيبقى في عيوب في النوتة، انه مثلا في نسخة احد الموسيقيين او احدى الالات انه مثلا في مرجع معين او اعادة معينة ما لنا مذكورة في النوتة، فالعازف طبعا ورقته فيها خطأ بيمشي دغري، فلما بيمشي دغري والبقية عم يرجع مرجع مكتوب في ورقته بيصير ماشي لحاله في مكان غلط، اتجاه غلط، فبصير في اخطاء كبيره. فلاحظت مباشره انه الاستاذ توفيق الباشا ما عم يلاحظ هالشيء. ليه؟ لانه ما انه سبق وعامل كوفات لكل آلي او لكل قسم لوحده. فكنت انا مباشره باعتباري انا حافظها حفظ يعني، وقف له عفوا مايسترو، هاي هون في ناقص مرجع، او هون ناقص في مزوره ناقصه عند الايقاع، او في بريك معين لازم يوقف الايقاع حل. فمن كتر ما أنا كل شوي وقف البروفا، كل شوي أعطي ملاحظات، كل شوي أعطي، فاحتد مني كتير المايسترو توفيق الباشا. كنت أول مرة بقابله في حياتي أو أول مرة بتعرف عليه، فلقيته صرخ في البروفا إنه ما هو حكي هذا، ما هو طبيعي، ما بعرف شو، إنه ما من حقك تتدخل. قلت له عفوا يا مايسترو، أنا ما عم بتدخل قدام كل الناس. أنا الحقيقة كنت كمان يعني صلب أمامه، قلت له أنا ما عم بتدخل، انا عم ساعد حضرتك لانه انت يظهر ما عندك وقت او ما كان عندك وقت حتى تعمل بروفات للالات وللاقسام الموسيقيه تبع الاوركسترا لحتى تكون جاهز انت. فانا عم بقول لك على شغلات اذا سكتت ما حدا بيعرفها، وانت بالاخر عم نجي نخبط في الحيط، بالاخر عم نوصل اخر الاغنيه كل واحد بيقفل في مكان.
طبعا اتضايق مني جدا وانا احرجته واعتبر انه انا اسأت له تماما. فاخذ موقف، انا طب كمان اخذت موقف. اجوا للموسيقيين اصدقائي انه استاذ انور ليه كمان؟ قلت له شو عملت؟ ما انا الاغاني حافظها عن ظهر قلب، التوزيع بالاغنيه بكل شيء. فبالصدفه ثاني يوم قبل الحفله، يعني عملنا ثاني يوم بروفا، التقينا على العشاء ولا شيء، فبيجي بيقول لي استاذ ما معقول من حقك كذا انه انت تتدخل وتقول لي، او اذا بدك تقول لي بتقول لي بيني وبينك. قلت له ما يصير، شو بدي لك بيني وبينك؟ انا وانت التقينا في بروفا والورق قدامي قدامك، بس انت الخطا عم يعدي عليك ما عم تعرفه لانه اصلا ما انك حافظ. انا حافظ وقدامي ورق، وحافظ الالات الاخرى مش بس الاتي اللي عم بعزف الكمانجه، حافظ حتى الترومبيت وين بفوت، الاوبو وين بفوت، الكلارينيت وين له دور، البيانو وين له دور، الايقاع وين بده يقف. قلت له هذا الشيء المفروض انك تحضره. قال انا والله ما صار لي كم يوم قايلين لي. قلت له اوكي عندك مشكله، اوكي انا عم ساعدك معناتها مش عم ضرك، فانت لازم ترحب بمساعدتي مش انه تنحرج. يعني هذا الموضوع ما فيه احراج، احنا عم نحكي موسيقى. فلقيته بكل بساطه قال لي يعني انت متاكد من اللي عم تعمل؟ قلت له مش متاكد، انا 100% انا عم بعطيك، لما عم بوقف عم بقول لك انه هي ناقصه مزورتين، هي ناقصه مرجع، هذا الاله تدخل بعدين، هذا البريك هون، هذا البريك بعد مزوره، عم بعطيك شيء رسمي، فانا عم ساعدك. فيا اما بدك تقبل مساعدتي يا اما انت حر، بدك ما تقبل اصطفل، نقعد نعمل بروفات ثلاث ايام وما بنجهز للحفله. فقال لي حقك حقك عليه. فالحقيقه رطب خاطري وراضاني وطلعنا على المسرح، وكانت هالحفله الرائعه اللي غنت فيه فيروز في مكان تاريخي واطلاله تاريخيه، وكان شغل جميل. وانا لست في هذا الكلام يعني تقريبا هلا صار له تقريبا حوالي 27 سنه. بالصدفه انا امبارح هيك عم الف اليوتيوب لقيت الفوقية فنزلت على صفحتي، وهلا حبيت احكي لكم هالجزء المخفي من الصورة تبع الست فيروز. وبالمناسبة راح يكون مقطوعة بعد شوي يا ترى دوري فينا للست فيروز بهالمناسبة السعيدة. شكرا لكم.